أنفال هبة الرحمن، بطلة من بطلات الحساب الذهني في المنافسة العالمية. وبعد استقبالها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتكريمها وبكائها في حضرته، تكشف عن سبب ذلك البكاء بعد استضافتها في قناة النهار، فشاهدوا الفيديو. وشفتك أيضا أنفال في الفيديو لما استقبلك الرئيس أنك بكيتي، يعني وش كانت خلفية هذيك الدموع؟ يعني دموع فرحة أم دموع؟ يعني احنا يا رئيسنا يعني كشغل حب كنا حاضرين، كشغل ما كناش عارفين بلي انسان متواضع كيما هكا. تما دائما عندنا صورة انه الرئيس انسان زعما يعني صارم وحازم، لكن اكتشفتوا شخصية اخرى. يعني ذكرني جدي، يعني مي كاني كشغل الاخر وذكرني وكأن جدي كان قدامي وكان يحكي. سبحان الله، يعني عطاك نصائح يعني سبحان الله، وكأنه شخص قريب، يعني وكأنه ليس برئيس، كأنه شخص عادي متواضع جدا جدا. ما شاء الله، إذا كل التوفيق لك أيضا أنفال في مشوارك الدراسي، وإن شاء الله نشوفك نابغة من نبغاء الجزائر. باعتبار أنه رئيس الجمهورية استقبلك، هذا راح يكون بمثابة حافز مستقبلا أنك تحقي أكثر وأكثر. بإذن الله غادي نحقق أكثر وأكثر من النجاح إن شاء الله.